هعمل ايه بقى؟ هعمل وصفه يعني مش عايزه اقول لكم كلنا بنحبها وبنستسهلها وصحيه جدا جدا ما بنقليهاش، هي الشيش طاووق. تعالى اقول لكم هنعملها ازاي. هحتاج بصل، حبتين بصل حلوين كده، هحتاج زعتر فريش ماشي، هحتاج 3 معالق كبيره صويا صوص. الوصفه دي هتاخدوها مني هديه بجد، هتعجبكم جدا واقول لكم ازاي نسويها كمان. هحتاج معلقتين كبيره حلوين كده عسل اسود، خلاص ما تخافوش، حبه طماطم، وهحتاج 4 معالق كبيره مستردة، هحتاج معلقه كبيره كاري، قلت لكم الكاري ده معايا، ربع معلقه كبيره ثوم مفروم فريش، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقتين كبار بابريكا، نص معلقه صغيره حبهان مطحون، نص كوباية خل، وثلاث حبات ليمون، وعلبتين زبادي وزيت. تاني، يلا بينا تاني. بصلتين، زعتر فريش، 3 معالق كبيرة صويا صوص، معلقتين كبار ممسوحين عسل اسود، طماطم، 4 معالق كبيرة صلصة، معلقتين كبار مستردة، معلقة كبيرة كاري، ربع معلقة ثوم مفروم، ومعلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقتين بابريكا، نص معلقه صغيره حبهان مطحون، نص كوبايه خل، 3 ليمونات، علبتين زبادي وزيت. الكميه دي تعمل لك مثلا مره واحده بتاع 2-3 شيش طاووق. خلاص الكميه دي برضو في ايه الخلاط بتاعي اللي هيتشطف ويرجع لي تاني. ها هعمل كل ده، برضو البصلايه بتاعتي الحلوه اهي هاخدها وهقطعها هنا صغيره كده تمام، وبعدين الطماطميه الحلوه بتاعتي اهي ماشي، وبعدين بقى الثوم اهي، ثوم توم ريحته تجنن طبعا عشان لسه فريش بقى ولسه ايه طازه، حلو جدا. هحط بقى ايه كمان الزبادي، وبعدين المستردة. انت حطيتيها هنا يا فيفا، بتحطيها هنا. بصوا المستردة من الحاجات اللي بتحب الفراخ جدا ماشي، وكمان الليمون. نيجي للصلصة، انا عايزة لون الشيش طاووق ده وطعمه يكون بصوا يعني ريحته كده وانا بعمله وتطلع. وادي ايه زي ما اتفقنا الكاري، وادي البابريكا، ورشة حبهان المطحون، واحط بقى ايه الملح بتاعي اهو، والفلفل الاسود، وعندي هنا العسل. ما تخافوش مش هناخد حاجة مسكرة، لا احنا هناخد حاجة مكرملة تجنن. وادي الصويا صوص كمان، واتفرجوا على الطعم. خلاص، وادي الخل، وطبعا زي ما تبصوا بقى الزعتر عجبني قوي. ليه بقى؟ مش احنا في الربيع؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب. بصوا الزعتر تحفة، بصوا عامل ازاي، بصوا عامل ازاي، مزهر، مطلع زهول زهور، شايفينها لونها بينك التحفة، يعني سبحان الله لونها يجنن. شايفينها بس يا مستر اشرف؟ تحفة، لونها يجنن، عجبتني قوي. كل حاجه بتزهر فعلا سبحان الله في الربيع. احط بقى ايه شويه زعتر فريش ده. عايزه اقول لكم عايزين شيش طاووق ما حصلش عليكم وعلى الزعتر والتتبيله دي. اعملي بقى مره واحده وعيني في ايه في العلب اللي احنا بنعينها دي،
وطلعي بالكميه. ليه بقى حلاوه الشيش ده ايه؟ اولا انا ما بحطلوش الخضار دلوقتي، ليه؟ علشان انا بحب الخضار فريش. فانت متبله هتطلعي على طول، عندك الخضار هتكوني مقطعه، وممكن تقطعي الخضار بالاسبوع وتعينيه في علب، تمام؟ وتروحي على طول البصل مع الطماطم زي ما بنعمل، وعلى طول تحطي. او طريقه تانية بعملها تحفه، بتتبيلته كده بروح حطاه في الصينيه واروح مدخلاه الفرن بس كده، واكون محضره ايه الخضار، اطلعه من الفرن استوى اروح رامي عليه الخضار مقلباه شويه وادخله تاني، بيبقى تحفه، ولا اقعد اسيخ ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم ان التتبيلات دي في ناس فاتحين منها مشاريع، صدقوني الحمد لله يا رب فاتحين منها مشاريع وبيعملوا وبيبيعوا بالمقادير دي. اروح حاطه بقى التتبيله الخطيره بتاعتي، ريحتها يا نهار ابيض على الحلاوه، شايفين؟ نزل خلاطي كده تحت. وأقلبها. شايفين لونها؟ انا بحب ايه ده، الشيش طاووق بقى كما يجب. عايزين تشوفوه تتفرجوا على الحلاوه، عايزين تخلوه كده هيبقى حلو قوي قوي قوي، زي ما قلت لكم في صينيه او في وقع على النار وعلى طول تعملوه بيبقى التحفه. اهو بصوا بقى التتبيله، بصوا مغطيها ازاي، حاجه كده ايه، تتبيله تتبيله، شايفين اللون تحفه ومغطيه خالص الفراخ. احط بقى فين؟ زي ما اتفقنا ان احنا بنجهز حاجتنا قبل ما نبهدل ايدينا عشان يبقى سهل عندي على طول التفريز. اهي ما تخافوش ابدا من العسل، بالعكس وانتوا جربتوا قد ايه العسل في الحاجات المشويه بيطلع تحفه. اظن في ثقه بقى ما بيننا، خلاص اتبنت اهي. هبدا احط، وعملت ايه كده الشيش طاووق. في تتبيلات تانية طبعا يا فيفا، التتبيله دي ما ينفعش اعملها فرخه كامله، طبعا تقدري تعمليها فرخه كامله وشوفي الجمال وتطلعيها تشويها، يا نهار ابيض على الحلاوه. مش عايزه اقول لكم التتبيله ريحتها جباره. بس كده خلصتها، وبرده هطلعها اروح عامله ايه دي، اكتب عليها طبعا، وهطلعها برده زي ما ايه ما عرفنا دي، هطلعها احطها طبعا، دي هطلعها تفك شويه واحطها، يا اما اسيخها يا اما احطها في صينيه زي ما اتفقنا. صحيه جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه، ومش هنقليها، تحفه تعجبكم قوي. تمام، وكده نحط لها الورقه بتاعتها والقلم